السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. أحيانا بيجينا أعطال غريبة وبتصير معانا مشاكل، خاصة لما نجمع المحرك فبيطلع صوت. لاحظوا أنا عندي هذا المحرك في صوت، يعني والصوت المشكلة إنه مش دايم، يعني لاحظوا الآن طالع الصوت، هسا بروح الصوت، بروح وبرجع الصوت، لاحظوا بخف وبعلى. طبعا انا حاولت فكيت الفراش اشوف انه الفراش فيها حكه او شيء، لا ما لقيت فيها حكه. البيل صوتهم ممتاز، لاحظوا هي راح الصوت، لاحظوا رجع. ممكن يكون حديد الستوتر فيه منه، من الشرائح تكون مرتفعه عاليه بتحك، بس ما اعتقد، لانه لاحظوا الصوت بروح وبرجع بروح وبرجع، يعني كانه في شيء ثابت. احيانا بكون العطل قدام عيننا واحنا مش شايفينه، فانا اكتشفت في الاخر انه في هون قطعه حديد عند العمود، مش عارف انا شو لازمتها. هاي هي، فهي بتدور على العمود على البوبين وهي اللي بتطلع الصوت. لاحظوا انا بوقفها بايدي، لاحظوا الصوت منها، هاي الصوت هيك بزيد هيك بخف. صراحة أنا مش عارف شو فايدتها هاي أو ليش هي موجودة، يعني إنها مسافة لكن هي بعيدة عن الغطاء من هون، لاحظوا. بس شو الفايدة منها مش عارف أنا. لاحظوا هيك الصوت راح بالمرة نهائي لأنها دارت مع العمود. أشيل إيدي، يعني كأني بثبتها بأصبعي بروح للصوت. لاحظوا بس أشيل إيدي برجع الصوت، لاحظوا بس أحط إيدي بخف الصوت. فهاي هي مرات، حبيت بس انا اخبركم انه احيانا العطل امام عيننا واحنا مش شايفينه. وان شاء الله تستفيدوا من هاي المعلومات، ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما صلواتكم الخمسه، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاه على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.